ومن ضيوف الظهيرة اليوم الشاب إبراهيم من الموصل ينضم لنا بعد شوية. هو تخرج من كلية الطب البيطري جامعة الموصل، شاب متحمس متطلع مبتكر، عنده ابتكارات في الذكاء الاصطناعي والروبوت، وعنده محاولات في الكتابة الإبداعية منها المقال الصحفي والقصة القصيرة والخاطرة، وهو حاليا صانع محتوى عن الحيوانات وارتباطها بالبيئة وبالمناخ. رحب بي، أهلا وسهلا بك إبراهيم. أهلا وسهلا ست رقية، أنا سعيد بتواجدي معكم وأتشرف بتواجدي على برنامج الظهيرة. إحنا الأسعد، يعني كثير أشياء نحكي عنها، لكن خلينا اليوم نركز على ابتكاراتك في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت اللي كان هو أول صورة ظهرت على الشاشة. فشنو مهامه؟ شنو مميزاته؟ بشنو يفيد؟ تفضل. تمام، هذا الروبوت هو روبوت خدمي، عبارة عن نموذج لروبوت خدمي. نعم. مفيد للحدائق بقص العشب في الحدائق المنزلية والعامة. نعم. ويقوم بطرد الحيوانات خاصة الكلاب. وبهذه الطريقة هو يقلل من الضوضاء في الحدائق العامة والمنزلية. ممتاز، هذا هو أحدث ابتكار صح؟ هذا آخر ابتكار. أي نعم، هو آخر ابتكار. قبلها كان عندك روبوت مصغر ايضا يعمل على الطاقه الشمسيه وبطاريه يعاد شحنها صح؟ بالضبط، هذا الروبوت كان هو النموذج المصغر لهذا الروبوت اللي طلعت به حاليا. فكان هو يشتغل على الطاقه الشمسيه. نعم. وكان حجمه اصغر. بالضبط. نعم. طيب يعني بعدين اكو طورت نظام يقوم بتحويل بقايا الطعام في المطبخ الى غاز للطهي وسماد طبيعي، احكي لنا شلون. بالضبط، هذه التجربة سويتها قبل سنة تقريبا. نعم. جمعت بقايا الطعام معها عدة مواد خلال نظام مغلق. نعم. هذا النظام هو اللي يحول هذه البقايا مرور الأيام. نعم. إلى غاز طبخ، وبالفعل نجحت هذه التجربة وشاركت بها بمهرجان داخل جامعة الموصل. طيب يعني شلون تطبيقها؟ يعني هو أوكي انكتب إنه هذا ابتكار حضرتك، لكن شلون تتطبق على مدى واسع؟ انت اكيد من تسوي شيء تحب انه يوصل كل الناس وكل الناس تستخدمه صح؟ فعندك صح لحد صح. الان 3 تجارب، اي تجربه كانت هي الانجح؟ الانجح هو الروبوت. يعني. طبعا نعم، الروبوت هذا الاخير كان نسخه مميزه. نعم. من كل النواحي. نعم. كان من حيث النظام والسيطره والتحكم عن بعد، يصل مسافة أكثر من 20 متر. نعم. بالتحكم عن بعد، وكذلك الأداء وطرد الحيوانات. هو فعال من. نعم. هاي الناحية. وال يعني لما يسمع صوت الكلب. نعم. مباشرة يرسل موجات فوق صوتية. نعم. ومباشرة يسكت هذا الكلب ويبتعد. نعم. عن هذه المنطقة. طيب أنت شاركت به في معرض او في 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 حدث ما، طيب كيف كانت ردود الافعال؟ هل هناك من تبنى ما تقدم؟ الصراحه هذا الروبوت اخير قبل شهر تقريبا. نعم. فما عرفت على اي جهه. ما يعني طب من تجاربك السابقه شلون؟ من تجاربك السابقه وانت هاي 3 تجربة لك. بالضبط، ما كان اكو اهتمام من ناحيه بالجامعة أو شركات داخل الموصل. يعني لما أعرضها ما كان أكو اهتمام حقيقي. شنو السبب برأيك؟ السبب الصراحة ما أعرف. هو يعني الفكرة ناجحة، يمدحون بالفكرة بس ما تتطبق. هاي الابتكارات الأقوى اللي تعتمد على الذكاء. نعم. دائما يتخوفون منها. نمشي بالسياق التقليدي بالمجتمع احنا. يعني كل الجوائز اللي اخذتها وكل المشاركات وكل الاشادات ما شفعت لك في انه احد يتبنى هذه الابتكارات ويطبقها، وهذا شيء غريب. يعني الناس اليوم في كل بلد تستقتل على هيك اشياء، خاصه في مجال الذكاء الاصطناعي. هو هذا حديث الساعة حاليا. نعم. الذكاء الاصطناعي. نعم. والابتكارات المتعلقة به كلها ذات أهمية عالمية. طب هذا إبراهيم ما يخليك تفكر بطريقة أخرى؟
يعني طالما انه المحيط للاسف غير مشجع ولا يتبنى هكذا افكار او ابتكارات، لازم يكون لك خطه ثانيه، مثل ما يقولون اكو خطه اي واكو خطه بي واكو خطه بديله، لانه انت بالتالي كل اللي تريد تسويه بده يوصل للناس وكل الناس تعرف به. صح، ممكن الخطه البديله الشخص يسافر خارج العراق يعرضها هذه الافكار، او يطلع بنموذج ممتاز يعرضها على شركات اكبر طبعاً. بالوطن العربي بالعالم، اكيد هي راح تتبنى او تاخذ هذا الشخص كمطور دون شك، يطور لهم مشاريع معينه طبعاً. ويبداون برحله بهذه الاعمال. لكن انت لحد الان واضح من كلامك انه انت ما اخذت هذه الخطوه لحد الان، انت لا. في مجتمعك المحلي وبلدك، لكن لحد الان ماكو اي دعم او اي مثل ما قلت اي تبني لهذه الافكار، وهذا شيء مؤلم. بالضبط، ما شفت اي نتيجه، يعني مجرد جوائز عاديه مسابقات وتنتهي ويخلص النجاح، نجاح مؤقت يسمى. لاحظ بك انه واحد مثلا يسوي فد شيء جديد ومواكب للعصر، وهو اليوم المطلوب الذكاء الاصطناعي، واحنا حكيت يعني حلقات كامله احنا نحكي عن اهميه الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، يعني غير الاشياء الناس تداولها الان اللي هي جزء بسيط مما سيكون عليه الواقع في السنوات القادمه. طيب هناك ايضا بسيرتك والله حلوه كلها، يعني انت كاتب قصه وعندك مقال صحفي اضافه الى هذه، هناك يعني فزت بابتكار يقوم بتشخيص امراض الدواجن بتقنيه الذكاء الاصطناعي. هاي شلون؟ يعني اشرح لنا شويه، مري التفاصيل اكثر يعني. اي تمام. هاي كانت اكو هاكاثون بشركه قاف بمدينه الموصل. نعم. ابتكرنا هذا النموذج انا ومهندسه. نعم. هذا النموذج عباره عن برنامج مصغر بالاف المعلومات اللي نزلناها من خلال التعلم الالي. نعم. ويقرا المعلومات من خلال صوره على الهاتف. يقارن هاي الصور والعلامات المرضيه. نعم. ويطلع بنتيجه. النتيجه هي اسم المرض، ينطي النتيجه 99%. واضافنا في لاحقا انه ينطي علاج او فد نصيحه او ارشاد لهذا المرض. انا اترك الكلام لك، اليوم يشوفونا المعنيين ويشوفونا مدينه الموصل، يعني اتمنى انه تحصل الدعم اللي تستحقه في هكذا ابتكارات وتكون موضع تطبيق، ويعني الخيار لك. فانت انهي هذا اللقاء، وجه كلمه، انت لازم تدافع عن مشاريعك وابتكاراتك. تفضل ابراهيم. اوكي شكرا. هي الابتكارات مو معقده، سهل صناعتها، يعني الشاب ممكن مو الا اني يصنع هذا الروبوت اللي يشوفه الناس معقد او فد شيء خلال اسبوع او شهر، اقل من شهر. يعني قصدك انه ما يحتاج ميزانيه كبيره للتصنيع، صح؟ بالضبط. فهسه اي واحد بباله يستثمر، فانه ممكن يستثمر، ما تكون تكلفه عاليه، صح؟ بالضبط. هذا اول شيء، حتى لانه هم يجوز شيء جديد فيخافون، يقول لك يعني استثمر بشيء ما مضمون او راح يكلفني بشكل يعني باهظ. لا، هاي اذا اول نقطه، انت اول نقطه عفوا انت طمنت انه هو قابل للتنفيذ، قابل للتطبيق. وبعد شنو ابراهيم؟ الدعم المالي يكون اقل، لانه الروبوتات اللي بتصير موجوده بالخارج هي ارقام خياليه. طبعا. فبأبسط الإمكانيات أنا طلعت بهذا النموذج من نعم. تجميع أغراض معينة. نعم. فممكن ما تأخذ أصلا وقت. نعم. يعني حتى كشركة، وممكن خلال بلدية مدينة الموصل. نعم. تستثمر بهذه الروبوتات حتى تقص الثيل اللي بالحدائق العامة. نعم. الموجودة. نعم. وتساعد العاملين حتى لا يتعرضون للأذى أو كذا، فيستخدم نعم. هذا الروبوت، هو أسهل له. نعم نعم، إن شاء الله يسمعوك. وأكو خطة أيضا أنه أنت ابدي بالمشروع، أنت أسس الشركة بهذا المجال. إن شاء الله، ليش لا؟ إن شاء الله، كل التوفيق إبراهيم. شكرا شكرا جزيلا. وجودك اليوم بالظهيرة. شكرا لك.